لا، اسمك ايه؟ سينا محمد. هند صبر. اسمك ايه؟ احمد ماجد. معتز التون. اسمك ايه؟ فارس مصطفى. ساندرا نشا. اهلا، فين فلوسكم؟ مفيش فلوس. مفيش فلوس؟ يبقى مش هتطلع. انت ادفع له وخلي الواد التخين ده يدفع. تخين؟ ربنا يسامحك. وعلى فكرة الشتيمة بتلف تلف وترجع لصاحبها، وبرضه مش هتطلعوا معانا. معناش فلوس وهنطلع. هو ده النظام اللي في المدرسة، السمك الكبير بياكل السمك الصغير. طب هزقهم دول بقى ولا ايه؟ لا لا لا، خليهم يطلعوا، هيهزقونا تاني. يلا اطلعوا اطلعوا. اسمك ايه؟ حبيبة أشرف. ايه؟ حبيبة أشرف. ايه، ليلى علوي؟ ليلى علوي. جانا محمد. جانا محمد. صاحب رحمن أحمد. خلي احمد الجندي، خلي احمد الجندي. ده ليه عزت؟ لا احنا اسفين والله ما فيش مكان خالص. يعني ايه؟ يعني مش هطلع رحله؟ لا والله ما فيش تذاكر خلاص. ده انا ما صدقت ان مامي وافقت، ده انا بقالي شهر بتحايل عليها والنبي نفسي اطلع والنبي عشان خاطري طلعني. والله ما فيش والنبي والنبي في ما فيش اماكن والله يا باجت، انا مش بغلس. في تذاكر والله العظيم ما في، ما انت عارف يا ابني في تذاكر. احنا عاملين ام الرحله دي ليه؟ عشان نكسب فلوس. لا يا غبي، عاملينها علشان داليا تطلع معانا الرحله وتعجب بيك. ايوه صح، يا خبي. نسيت خالص، نسيت خالص يا خبي. طيب خلاص اطلعي. اطلع عادي؟ اه خدي تعالي. ايه الاشتراك؟ هتشتغلينا؟ هاتي. اصاله مرات طارق العريان. بقول لك ايه، اللي بتقول لك مامي وافقت على اخر لحظه دي بنت كدابه، لان انا حماتي اصلا ميته. خلاص اسكت، مفيش حاجه، بنهزر. خبي، هو انت مطلع الرحله دي فين؟ انا منظم الرحله دي لمستشفى المجانين. يخرب بيت امك يا بهت، مودي اطفال مستشفى المجانين؟ لا، ما اللي هنزورهم مجاذيب مش مجانين. وايه الفرق بين المجذوب والمجنون؟ ايه ده، انت فاكر ان المجنون هو المجذوب؟ طبعا. لا طبعا يا ابني، المجنون ده اللي هو ولد بالفطره مجنونا او طرقت عليه ظروف فاصبح مجنونا، لكن المجذوب ده اللي عجبته فكرة الجنان فانجذب لها فأصبح مجذوبا. طب انا نطلع بيه. طب احنا هنفضل قاعدين ساكتين كده يا زمايلنا؟ لا يلا نيجي نهيص ونفرفش ونغني اغنية جميلة؟ يلا. يا سواق يا شاطر ودينا الأماكن، يا سواق يا بليد ودينا السعيد، يا سواق يا فار ودينا عند صافي نار، يا سواق يا فار ودينا عند صافي نار، يا سواق يا حسام ودينا عند هشام، يا سواق يا حسام ودينا عند يا سواق يا شاهين ودينا عند المجانين، يا سواق يا شاهين ودينا عند المجانين. اليوم ده حلو ما يتعوض، الحب اهلي ما بنتخش، ما دمنا صح وما بنغلط، ما دمنا صح وما بنغلط، اليوم ده حلو. يلا يا ولاد الدنيا بقى، يلا يلا. يلا يا اولاد بسرعه، يلا. ساندرا نشأت واحمد الجندي ما نتلكعش. يلا يا اولاد يلا بسرعه، ليلى علوي يلا. طيب نركز مع بعض يا زمايلنا علشان اليوم جوه يعدي على خير. دايما نكون فاكرين حاجتين في غايه الاهميه. الحاجه الاولانيه نلتزم باللاين، ودايما في مقدمه اللاين هيبقى موجود سلطان وسهير. تاني حاجه جوه حذاري حذاري حذاري، اي حد يقرب من اي مجنون بشكل مباشر. اخر رحله نظمتها في واحد مجنون رشق سن قلم فرنساوي في رقبه التلميذ قتله، واحنا عايزين اليوم يعدي على خير. خلاص هنمشي ورا سلطان وسهير. يلا ترجمة
يلا بسرعة بسرعة، يلا الناس اللي ورا متأخرين. ها الحمد لله على السلامة يا زمايلنا، إن شاء الله نتبسط في رحلة المستشفى النهاردة. مش محتاجين نأكد إن جميع العنابر متاحة للجميع، أي حد عايز يخش أي مكان بيخش على طول. طب ممكن ندخل عنبر جلسات الكهرباء؟ عنبر جلسات الكهرباء متاح طبعا، لكن مع مشرفة، ما ينفعش نخش لوحدنا. طيب سؤال استذكاري، هو ليه كل المجازين واثقين في نفسهم؟ بمعنى زي ما بقول لك كام ربعين ايديهم على طول. لا ده ادب، والمكذوب مؤدب، المجنون مهندم، معروف. طيب دلوقتي هننتشر كمان ساعتين بالتمام والكمال، هنتجمع قدام عنبر الحالات الخطره. اتفقنا؟ انجوي يا زمايلنا. ويا ترى ايه الاخبار هنا بقى؟ تمام، المستشفى بتعالج اخطر امراض المستوى الجمهوريه وبتعالجها بشكل كويس جدا الحمد لله. طب وهل فعلا اعلى نسبه جنون بتيجي من مشاهده التوك شو؟ طبعا، نمره 1 التوك شو، نمره 2 الخيانه الزوجيه، نمره 3 لبس العيد. طيب تنصحنا بايه بقى؟ يعني لو احنا عايزين نبدا زياره المكان هنا، يعني معظم الرحلات اللي بتيجي هنا بتبدا بايه؟ والله بيتفرجوا على اوضه الكهرباء والعنابر العاديه وعنبر الحالات الخطر، بس ده بيخلوه طبعا اخر حاجه، عشان لو حصل حاله خطف مثلا زي زميلتكم اتخطفت دلوقتي فيها بتبقى اخر حاجه. يعني زميله مين اللي اتخطفت؟ زميلتكم اللي جايه معاكم. احنا في واحده من زمايلنا اتخطفت. ايوه يعني مين اللي خطفها؟ ده اخطر حاله عندنا، المعلم خبو. ده خطفها ليه؟ اصل كل ما يشوف واحده يفتكرها طريقته اللي كانت بتخونه دايما، فعشان كده بيخطفها على طول. طيب ممكن حضرتك تيجي معانا بس نجيبها من جوه؟ ما اقدرش، لانه اول ما بيشوف اي واحد راجل بيفتكره عشاءه اللي كان بيخونها، فعاوزين تتفضلوا ممكن انتوا تقوموا تشوفوا زملائكم اللي اتخطفوا. يا نهار اسود، ده احنا لو رجعنا بتلميذه ناقصه اداره غرب التعليميه هتتقلب علينا، وكيل الوزاره هيقلع ملط. يا زميلتنا يا حبيبتنا. طيب حضرتك ممكن توصف لنا من وحي خيالك المريض اوصاف المجني عليها؟ لابسه زيكم كده وعامله ضفاير في شعرها. ايوه يعني ضفرتين ولا ودان قطط؟ علشان ده مهم جدا ان انا اعرفه. يعني ودان قطط. طيب هل البنت اللي اتخطفت دي اللي هي مودان قطط كانت ماسكه مصيصه في ايديها؟ كانت ماسكه مصيصه. تعالى تعالى اقف جنبه، انت حمص وترمس اللي خنتني مع نجلاه في شهر ايلول. يا سيدي المجنون، والله العظيم حضرتك فاهم غلط، ولا ده حمص ولا ده ترمس ولا انا نجلاه، ما خنكش في شهر ايلول. لا بقى، ده حمص وترمس وخانوني مع نجلاء في اول ايلول. طيب تعالى نقسم البلد نصين، انا حمص وهو ترمس ودي نجلاء، بس احنا ما خنكش في اول ايلول. لا، انتوا الاثنين خنتوني مع نجلاء في شهر ايلول. طب هقول لك على حد تاني، ده فعلا حمص وده ترمس، بس انا والله العظيم مش نجلاء. لا بقى، انت نجلاء وده حمص وترمس وخنتوني مع نجلاء في شهر ايلول. طب انا هقول لك على حاجه، كويس، انا اللي حمص مش هو، وهو ترمس. ماشي، وهي نجلاء، بس احنا والله ما خناك مع نجلاء في شهر ايلول. لا، انت الاثنين خنتوني مع نجلاء في شهر ايلول. طيب انت حافظنا كويس، عارف اشكالنا؟ انا مين؟ انت حمص وهو ترمس. حلو كده، انت ترمس وده حمص. حلو تمام. كده انت حمص وهو ترمس. طب احنا ماشيين كويس جدا. طيب كده فين حمص يا ترمس؟
حمص فين يا ترمس؟ حمص اهو. نمشي بقى؟ نمشي. لا، انتوا الاتنين خنتوني مع نجلة في شهر ايلول. طب بص بقى عشان توضح ان انت راجل مبال. ده حمص. وده ترمس. وانا نجلاء. واحنا فعلا خناك في شهر ايلول. انت بتقول ايه؟ ورينا بقى تعمل ايه؟ هتبحكوا في شهر ايلول. دي منظر انقذ داليا في شهر ايلول وانت واقف زي التربش كده. تعقدت يا باكت. بالعكس يا سلطان. ايه